صباح الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين، التومي مابس، معاكم احمد التومي. بنكمل يا جماعه من كوبري الاباجيه ورايحين بقى على طول. ده الجزء الثاني، كنا في الجزء الاولاني خدنا من طريق مصر مع تقاطع الطيران لحد ايه، لحد نزل كوبري الاباجيه. بنكمل من بعد ايه، من بعد كوبري الاباجيه اهو. بيقابلنا كوبري على اليمين، ده يوديك على متحف الحضارات وكورنيش النيل. ده لسه جديد الكوبري ده، على طول المعادي والطريق الدائري. المفترض ان احنا رايحين نركب ايه، نركب الطريق الدائري اتجاه ايه، اتجاه اكتوبر والمريوطية والهرم وفيصل والاتجاهات دي. ده يوتيرن لو عايز تلف وترجع، وتحتيه بنزين تشيل اوت فيها 92 و95، لسه فاتحه جديد. وخلاص احنا اوشكنا ايه، اوشكنا على الطريق ده ايه. بصوا يا جماعه، الطلعه اللي على اليمين دي اللي هي قبل ايه، قبل الدائري، يعني قبل الدائري ما يبقى فوق منك، تاخد ايه، تاخد الطلعه اليمين دي اللي احنا طالعينها دي. دي كده هيبقى طريق اتجاه ايه، اتجاه اكتوبر ومحور المريوطيه واسكندريه الصحراوي والحاجات دي كلها، تمام. لو انت جاي من الاتجاه المعاكس، يعني لو جاي من المعادي ولا حلوان ولا كده ولا كده، هتبقى الطلعه التانية مش الاولانية، ولا عكس بالعكس في الاتجاه المعاكس. طوالي بقى بيقابلنا ايه، بيقابلنا مخرج اهو على اليمين يوديك على صلاح سالم ومتحف الحضارات.
داري الناحية التانية فيه شوية كثافات، على أساس اللي داخل القاهرة بقى إيه كثافة عالية شوية. هيقابلك بقى النزلات اللي جاية، اللي بقى عايز الجيزة، أثر النبي، مصر الجديدة، مصر قديمة ولا إيه، البحر الأعظم، المنيل، ما هو الفريق جمال عامل. اللي عايز الحاجات دي يا جماعة يخش ايه، يخش من طريق الخدمات اهو اللي على اليمين ده، اليافطة بتقول لك اهي المنيب ومحور فريق كمال عامر. اول نازلة بتاعت اثر النبي ومصر القديمة. سرعة 90، بعد كده بيقابلك نزلة البحر الأعظم في الخدمات برضو، البحر الأعظم والأمين. مستمرين على الطريق الدائري اتجاه المريوطية. اي معالم ظهرت ولا اي نزلات، دار جاي اهو على اليمين، وبعد 500 متر في محور عمرو بن العاص.
قابلنا بنزينة موبيل اهي فيها انذاران، وادي محور مريوطية في وشنا اهو على الشمال يا جماعة. بس احنا ايه، احنا مش هنطلع محور مريوطية، اللي رايح اسكندرية الصحراوي يطلع محور مريوطية. اسكندرية الصحراوي واكتوبر وطريق الفيوم الصحراوي، احنا مش هنطلع ايه، مش هنطلع المريوطية. بصوا اللي بيقابلنا مفرقين اهو يمين وشمال، هناخد ايه، نخلينا في الشمال. اليمين ده يوديك على فيصل والهرم والاتجاهات دي. ونكتفي ايه بهذا القدر، ونكمل في الفيديو القادم. استاذين كل عجبوا الفيديو يعمل اشتراك ولايك وشير تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش يقول لي في التعليقات ما عجبكش ليه. خدنا الفيديو ده من نهايه كوبري الاباجيه لدخله ايه، لدخله مثلا الطريق السياحي مثلا ولا حاجه.